السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم برضو في موضوع بخص البلوترات. أنا بدي أكمل اليوم موضوع على البلوتر، يعني كحلقة ثانية. طبعا بدي أفرجيكم يا أخوان، أنا عملت لها صيانة في الهيد تبع البلوتر. طبعا أنتم عارفين البلوتر بكون لها كل لون بهد لحاله، بالنسبة للاتش بي كل لون لحاله، يعني ما له دخل في اللون الثاني، كاترش كل واحد بنفسه. فاليوم بدي أفرجيكم بس طباعتها بعد تنظيفهن وبعد تظبيطهم. طبعا ما جبنا جداد، احنا نظفناهم. طبعا حكيت لكم هن تنظيفهن يعني بصير بس عن طريق الماء بس، وما بحتاج لاي انواع تنظيف اخرى بالنسبه للهيد. طبعا انا هسه راح اطبع عليها. طبعا يا اخوه بعد ما حطبع راح افرجيكم كيف طباعتها. بدي اعطيكم شغله يعني مفيده لها هاي البلوتر وكيف انتو تعدلوها. طبعا يا اخوان هذه البلوتر لو انها قديمة بس طبعتها كثير رائعة جدا ودقيقة جدا، حتى لو انها قديمة. يعني هذه الطبعات انا بالنسبة لي من الطبعات اللي بحبها كثير، خاصة يعني لو انها حجمها صغير بس رائعة جدا. هسا بطبع عليها عيني راح افرجيكم كيف طبعتها. طبعا شوي شوي طبعا راح تطبع هي. طبعا هي ما بتكون سريعة طبعتها على مهلها، بس راح تكون طبعتها رائعة جدا. هسا افرجيكم كيف. طبعا هيك يا اخوان خلص الطباعة. هسه بتقص الورقة. طبعا هي فيها كاتوماتيك بدون ما احنا نقصها اصلا. انا بفرجيكم طباعتها. هذا يا اخوان طباعتها رائعة جدا، رغم انه الماكينة قديمة بس شوفوا طباعتها للأمانة شيء جميل والله. انه يعني انا مستغرب الطبعات القديمة فيها كواليتي عالي وفيها طباعة ممتازة جدا وريزوليوشن عالي في الطباعة للأمانة. شوفوا طلع اللوجوهات يعني واضحة، حتى الكلام الصغير واضح بشكل رائع جدا. شوفوا كيف انا قاعد بقرب لكم الصوره قدر الاستطاعه عشان تلاحظوا التفاصيل. شوفوا التفاصيل الدقيقه مطلعيتها الامانه شيء رائع. يعني هذه بعد صيانه الهدوء تاعتها طلعت الشغل هذا. شوفوا طلع الكلام الصغير طالع، سبحان الله. يعني شيء جميل جدا بالنسبه لطابعه نحكي عمرها 10 سنوات تطلع شغل او انتاجيه بالطريقه هاي للامانه. شوفوا اعطيكم شغله بالنسبه للطابعه هاي، طبعا وافيدكم فيها. اللي عنده يا اخوان طابعات مثل هاي ممكن يستخدمها كطابعه عاديه، مثل ما انا هسه طبعت بالضبط كطابعه عاديه. ممكن يستخدمها نحكي طبعا طابعه سبليميشن، بيقدر. انا بحكي لكم هسه الطريقه كيف تسويها سبليميشن، او بتقدر تسويها
طابعه تطبع اللي هو السوليوشن، طباعات الاوت دور عادي طبيعي جدا. طبعا يا اخوان انا معظم يعني في كثير اسئله اجتني انه معقول هذه الطابعه نقدر نحولها الى طابعه نحكي سبليميشن او طابعه نحكي اللي هي عفوا طابعه السوليوشن اللي هي الاوت دور. طبعا يا اخوان بتتحول ولا في اي مشكله. طبعا في ناس يعني بيحكوا لك انه ممكن البرابيش ممكن الكاترش تبع الحبر يذوب لانه السوليوشن كثير قوي وكذا. لا لا، هذه الطابعات مصممه ككاترج او نحكي حتى لو احبار مائيه ككاترج او نحكي كبرابيش او نحكي اللي هي البايبات مصممه انها تتحمل يعني نحكي اي ماده بتفوت عليها حتى لو كانت تنر. يعني الموضوع طبيعي وما في اي مشكله يا اخوان. احنا حولنا طابعات مثل هذه نحكي بالاول وشغاله وطبيعيه 100% لا اكثر ولا اقل. طبعا بس بدكم شغله واحده، الكاترج تبعها اللي هو راكب الاربع الوان زي ما هو اللي نحكي الانابيب زي ما هي، اللي بتغير يا اخوان هو فقط هذا هو اللي بتغير. سأنا أفرجيكم شغلة بس اللي بتغير اللي هو هذا، شايفين ألوان اللي موجودة هون، هذول هم الأربع ألوان. هذا طبعا الراكب عليها أورجينال الأصلي ألوان مائية تأتي الـ HB. تقدر تفكها وتجيب إشي اسمه كونتينوس، تمام. هذا الكونتينوس عليه تشيب تقدر تركبه محل كل لون وتحط فيه طبعا انت اي الوان بدك اياها ان كانت سبليميشن او كانت سوليوشن اللي هي الاوت دور. ما في اي مشكله يا اخوان لا تخافوا، بتتحول الماكينه بشكل بسيط جدا، مش محتاج ولا اي معاناه. فقط تشتري الكونتينوس اللي فرجيتكم اياها من نحكي المواقع اللي نحكي اللي موجود فيها بيبيعوا فيها احبار وكذا، مثل يعني الاي بي بتشتريها او بنحكي من علي بابا او من اي موقع امازون او اي موقع بدك اياه موجود فيها الكونتينوس تبع الطابعه هاي اللي هي اتش بي ديزاين جيت 510. بتلاقيها بتركبهم هون مباشره، بتركبهم هون كل لون لحاله. طبعا بكون اعلى، هي نسبتها اعلى بتكون عاليه، طبعا الكاتش بكون اعلى من هذا لان هذه شوفوا محابرها صغيره وعليها تشيب. اذا ملاحظين هي جوا هذا تشيب، هذا اللي عليها، تمام. فعشان تجيبوا الكونتينوس لازم يكون عليها تشيب هذا الازرق، نحكي الاخضر عفوا جوا النحاسي. ليش؟ عشان تقرا انه موجود كاترج هون. في ناس بحطوا لها قطعه هون مع البورد بتصير تقرا دايركت كانه موجود. طبعا يعني هاي قصه طويله. لا، انت بتجيب الكونتينوس عليه النحاسي جاهزه تعطيك مباشره انه في احبار، وهي طبعا ما فيش فيها احبار بكون، بس بتعبيها وبتمشي الاحبار. طبعا يا اخوان ما في اي مشكله، بتجيبوها وبتحولوها الامر طبيعي جدا، ما في اي مشكله، يعني ما بتواجهوا باي مشاكل. ما في غير تبديل الكونتينوس يا اخوان اللي هو خزانات الحبر، تمام، فقط لا غير. لا تغير ولا اي شيء بالطبع، حتى الاحبار الداخليه تعيدها، الكاترش تبعها اللي هو الداخلي هون الهيد الموجود ما بتغير زي ما هو يا اخوان، بس بتجيب نوعيه حبر ممتازه تكون ولا اكثر ولا اقل. طبعا معظم الناس ها حاطينها سبليميشن، هذه الطابعات عاملينها سبليميشن، طبعا طابعه معهم ممتازه لغايه الان تطبع بشكل جيد جدا وما في اي مشكله. انا والله للامانه يعني كنت اطبع عليهم وفرجتكم طباعتها هسه في الوقت الحالي، كثير رائعه جدا وممتازه وحلوه جدا وريزوليوشن تبعها عالي كثير، وبتعطيك فعاليه وجوده في الطباعه. يعني الطابعات الجديده ما بتعطيك هذا الكلام. انا مجرب هذه الطابعات خاصه طابعات الاتش بي بشكل عام. طبعا انا بالنسبه رقم واحد كطابعات بلتر او غير بلتر ابسون اللي هي الاندور، ما بحكي على الاوتدور، الاندور ابسون، بعدين بيجي الاتش بي. طابعات رائعه جدا وحلوه وممتازه جدا ما في عليها مشاكل، بس انتم عارفين احبارها غاليه، فاحنا بنحاول نجيب كونتينوس. طبعا الاتش بي موجود الكونتينوس تبعها موجود في المواقع زي ما حكيت لكم، بتشتروه بتركبوه هنا وبتتحول الطابعه كامله، بس تعبيها الحبر اللي هو تبع السبليميشن او حبر اللي حكينا عنه اللي هو السوليوشن تبع المكاين الاوت دور الكبيره، تمام يا اخوان. فقط لا غير بتتحول عندك الماكينه. بس حبيت اعطيكم المعلومه هاي وافرجيكم طباعه الماكينه هاي اللي بلاقي. طبعا ماكينه 42 انش زي هاي ورخيصه، بيقدر يحولها بشكل بسيط جدا وبيقدر يطبع عليها اي شيء واللي بده اياه، فقط يجيب الكونتينوس زي ما حكيت لكم ويركبه هنا، وان شاء الله
بينبسط وراح يشوف تبعتها كثير رائعة جدا الماكينة هاي. وحبيت أفيدكم في الموضوع هذا وبارك الله فيكم يا أخوان. أكيد لا تنسونا طبعا أكيد بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يصلكم كل شيء جديد، وإن شاء الله بنفيدكم بأمور كثيرة بإذن الله تعالى، ونشوفكم حلقة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.